في خلافة أبي بكر جعل على القضاء عمر بن الخطاب القاضي رئيس المحكمة، فبعد سنتين قدم استقالته سيدنا عمر من القضاء. قال له: لما؟ هل عارضك أحد؟ هل رفض حكمك أحد؟ قال: لا. قال: لماذا تستقيل؟ قال: بهاتين السنتين لم يأتني مدعي ولا مدعى عليه، لا ظالم ولا مظلوم. سنتين لدولة الجزيرة العربية كلها إلى حدود الشام، ومحكمة واحدة ما 500 محكمة، ولا يأتي خصمان متنازعان. فهذا السلام الذي لم يتحقق من حين خلق آدم وإلى هذه الساعة وإلى أن تقوم القيامة، إلا إذا كان دستور الإنسان هو الدستور الإلهي، والقانون الإنساني هو القانون الرباني، والذي جعل الأمم تعرض ولا تفكر في الإسلام واقع المسلمين المنحرف عن الإسلام، فينظرون إلى واقع المسلمين فلا يفكرون في دراسة الإسلام. أما لو كان واقع المسلمين ينطبق على الإسلام، والله ما بيمضى سنة حتى الكرة الأرضية كلها تصير أمة واحدة بأخلاق واحدة، ما في حاجة لا لسجون ولا لقضاء